سلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة من جديد. كما العادة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. أخوتي بلا شك أننا كاملين شنا وسمعنا الخطاب ديال جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، واللي قدم فيه دعوة للرئيس الجزائري على العمل سويا لكسب الثقة وفتح الحدود البرية اللي دامت مقفولة منذ سنة 1994. السؤال أخوتي هو، هل سيتجاوب النظام الجزائري بإعلامه مع تطلع الرباط إلى فتح الحدود واسترجاع الثقة؟ يعني وجاء الرد سريع من صحفي اللي هو غني عن التعريف، ولو أنه صحفي رياضي، كنهضر على صحفي الدراجي، اللي جاء الرد ديالو يعني سريعا غادي نشوفوه رد مفاجئ الصراحة، كما كنعرفوه لا هو ولا بن قنا اللي دائما كنعرفوهم بالتدوينات ديالهم اللي شيئا ما. المهم غادي نشوفوا قبل غادي نشوفوا الخطاب ديال جلالة الملك واللي شيد بدور الفاعلين في القطاع الصحي العام والخاص والعسكري والقوات الأمنية والسلطات العمومية في مواجهة الجائحة. قبل ما نمشيو للخطاب ديال جلالة الملك والرد ديال حفيظ الدراجي ونبقاو في هذا الموضوع ديال الجائحة، صراحة يعني كنشوفوا مجهودات كبيرة كتبذلها الأطر الصحية والطبية والعسكرية، ولكن للأسف كاين ناس اللي كيحاولوا أنهم يهرسوا هذا العمل الكبير اللي كيقوموا به هذه المجموعة. ناس ما عندهم حتى شي علاقة يعني ما هما لا خبراء ولا أطباء ولا حتى شي حاجة. المهم الشغل الشاغل ديالهم وهو أنه يكون الانتقاد ويشوشوا دائما في ما كان شي عمل إيجابي، يعني كيكون تشويش عليه دائما، نقولوا يعني كيكونوا أعداء النجاح ضد أي شيء إيجابي. المشكل هاد الناس ما عندهم لا بديل لا حتى شي حاجة، المهم غير يعني يهرسوا لك ذاك العمل ديالك صافي، ما هما خبراء، ما هما أطباء، ما هما حتى شي حاجة، وللأسف ما عندهمش البديل، يعني غير يوقفوا لك في الطريق فقط، ما كاين لا بديل لا والو. المهم حنا ضد أي حاجة اللي هي في صالح البشرية واللي غادي تنقذ الناس يعني من شي كارثة ولا شيء من هذا القبيل. المهم حنا نكونوا ضد فقط، وكما شفنا يعني شفنا الدول الناجحة اللي نجحت في اللقاح، كنهضر على اللقاح، الدول اللي ما عندهمش مؤثرين يعني معارضين للقاح بحال فرنسا ودول اخرى، مشنا اسبانيا راهم مشاو بعيد، راهو ما راه وصلوا كما كنشوفوا راه الكولات في جميع يعني الاماكن اللي كيتلقحوا فيهم الناس، كتجبر كولات طويله يعني بالكيلومترات، يعني والشباب كلهم وعندهم هاشتاك يعني يومي باكونو، يعني الناس كلها باغا تلقح. وفي المغرب كذلك الناس كلشي يعني كنشوفوا اكتظاظات في جميع الاماكن ديال اللقاح. وكما قلت لكم كاين الناس الاغراض ديالهم الشخصيه ضد، يعني كاين بزاف حتى هنا بونو حتى هنا كاين عندنا شي وحدين، كل بلاصه كتجبر فيها شي واحد، يعني كيقلبوا فقط على الاخبار السلبيه، فيما كان شي خبر سلبي ولا شي حاجه وما كيقلبوا عليه باش يجيو يشوشوا به على عباد الله ويخلعوا به عباد الله باش الناس ما تمشيش تلقح. هما ما عندهم حتى شي ربح من هذا الشيء، هذا هما اغراض شخصيه معروفه اللي عارفينها كاملين. نقدروا يعني نختلفوا في جميع الامور والمواضيع الا الامور بحال هذه اللي كتخص الصحه والسلامه ديال الشعوب، الا هذه مادام ما عندنا درايه بها ما والو، يعني من الاحسن نخليو الناس يعني اللي مختصين هما اللي يهضروا فيها. اخوتي ما نطولش عليكم بزاف باش نمشيو يعني للجواب ديال الخطاب ديال جلاله الملك. راه عارفين شنو جا في الخطاب، يعني هضر على هذه النقطه هذه ديال الجائحه وديال اللقاح، وشكر يعني هذا الاطور اللي هضرنا عليها، لكن في الخطاب ديالو قدم كذلك يعني دعوه للرئيس الجزائري يعني للعمل معا ولكسب الثقه وفتح الحدود البريه اللي كما قلت لكم مقفوله منذ سنه 1994. هنا الجواب هو، هل سيتجاوب النظام الجزائري مع تطلع الرباط لفتح الحدود واسترجاع الثقة؟ هنا خصص الملك محمد السادس حيزا كبيرا من خطاب الذكرى 22 لعيد العرش
مساء أمس السبت للحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية، وجدد الملك محمد السادس الدعوة الصادقة إلى حكام الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبول من طرف العديد من الدول. هنا حنا غادي نشوفوا الرد ديال كما قلتكم ديال الدراجي اللي هو صحفي جزائري. الصراحة يعني كيبقى فينا الحال حنا كدولتين كتجمعنا بزاف، كيجمع بيناتنا الدين الإسلامي، كيجمعنا الجوار، بزاف ديال الامور كتجمعنا، وكنشوفوا حنا دول ديال الاتحاد الاوروبي كلهم متحدين، وحنا للاسف يعني غير دولتين جارتين او لما لا يعني دول شمال افريقيا، علاش حنا ما متحدينش؟ هنا نشوف يعني بعجاله نشوفوا الرد ديال حفيظ الراجل اللي كيقول عوده الثقه وتحكيم العقول قبل فتح الحدود، يعني ما قابلش حتى هاد فتح الحدود. اول حاجه كيقول عوده الثقه، يعني دائما شي حاجه اللي هنا في خطابه للامه بمناسبه هنا كيهضر على خطاب ديال جلاله الملك، ملك المغرب محمد السادس يدعو الى تغليب منطق الحكمه في العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويتاسف للتوترات الاعلاميه والدبلوماسيه التي تشهدها العلاقات بين البلدين. خطاب جلاله الملك حمل الكثير من عبارات التهدئه والود تجاه الجزائر، ركز بالخصوص على ضروره اعاده فتح الحدود المغلقة، يعني بفتح الحدود غادي تفتح كل شيء، ولكن احنا دابا هما بحال اللي كيعملوا الشروط، يعني دابا بحال هاد الخطوة اللي قام بها جلالة الملك، يعني الخطوة ديال العقلاء، ماشي بحال الخطابات اللي كنشوفوهم يعني من الاتجاه الآخر، احنا كنشوفوا يعني النوع الخطاب كيفاش كيكون عامل التهديدات هذا، ولكن هنا يعني الخطاب ديال العقلاء. يعني حمل الكثير من العبارات التهدئة والود تجاه الجزائر، ركز بالخصوص على ضرورة إعادة فتح الحدود المغلقة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي وكأنها أصل المشكلة. نعم، وشنا هي المشكلة؟ يعني واخا ما تكونش هي المشكلة، ولكن يعني نقدروا نقولوا يعني بنسبة كبيرة يعني فتح الحدود كيبان لي أنا شخصيا، يعني الا ما اقول 80% من المشكل اللي كاين بين المغرب والجزائر حاليا، والا فراه المشكل وهو بالنسبه لنا حنا وهو تدعيم جبهه البوليزاريو من طرف النظام الجزائري. هذا بالنسبه لنا حنا كنشوفوا ملي كنشوفوا المشكل اللي كاين بين المغرب والجزائر، كنشوفوا التدعيم ديال النظام، وكما شفنا مؤخرا في اللي وقع مع زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي والاستقبال ديال الرئيس والجيش، يعني الطريقه ديال الاستقبال، وكان الخطاب ديال الاستفزاز، هادشي هذا ما مرناش حنا، خلينا من الاعلام ولا هذا، حنا كنهضروا على الدبلوماسيه المغربيه. هنا المشكله بين في حين ان الثقه المفقوده هي ام المشاكل واكبر الازمات بين الطرفين، وما سبب يعني الثقه المفقوده يعني بالنسبة لكم ثم ما هو السبب ديال الثقة المفقودة بين هذ البلدين؟ في حين أن الثقة المفقودة هي أم المشاكل وأكبر الأزمات بين الطرفين، تحتاج إلى الكثير من بوادر حسنة نية قبل كل إجراءات العملية التي تقتضي بدورها تنازلات متبادلة لتحقيق مصالح مشتركة للشعبين وليس لحساب شعب على آخر. هنا أما إعادة فتح الحدود المغلقة فسيكون نتيجة حتمية لعودة الثقة وتحكيم العقول قبل القلوب، ثم تصفية كل الملفات العالقة بلا غالب ولا مغلوب خدمة لمصالح شعبينا وبلدنا، لأن مشكلتنا ليس في غلق الحدود وتجاوزها، لا يمكن اختزاله في إعادة فتحها فقط، بل أزمتنا أعمق. يعني من كتسمع هذا الكلام من صحفي، يعني أزمتنا أعمق، وما فين كاين العمق في هذه الأزمة؟ أنا كيبان لي ما بين دولتين جارتين شقيقتين الجزائر والمغرب ما كاين لا عمق في الازمات ولا حتى شي حاجه، الامور راه باينه واضحه وضوح الشمس. يعني كنشوفوا حنا يعني التدعيم ديال النظام الجزائري للانفصاليين اللي كاينين في تندوف فقط، يعني هذا الشيء اللي كيبان حنا كشعب مغربي. هنا أزمتنا أعمق تحتاج إلى جهد كبير ووقت كثير وصبر طويل، يعني السيد يعني كيزيد يطول فيه، وإذا الشهنة
لا البارتاج ولا الاعجابات ولا هذا، راه غير هنا من هنا بالمئات الالاف يعني. واخا كاينه هذه الخطوه هذا، ولكن نصي ما هاد الناس هادو، حنا بيدنا بغينا نعرفوا المشكل ديالهم ويطرحوا المشكل ديالهم على الطاوله. حنا بغينا يعني تكون شعوب متحده، شعوب عربيه مسلمه متحده كما هم الاوروبيون، يعني 27 دوله متحده ما عطيتهم، وكيشوفوا المصالح ديال بعضيتهم، وحنا بحال اللي شي واحد كينغزنا بزوج من شي جهه باش نبقاو هذا. وهذا الشيء هذا ما ربما هو في صالح يعني شعوب اخرى. خوتي ما نطولش عليكم بزاف، تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.